بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شضى رحمه الله تعالى: فصل في موجب الغسل وفروضه وسننه ومكروهاته. فصل هذا كان فاصل من وحكرة سارو في موجب الغسل قبسك وحواجبية أيو فصلها وفروضه فروض الغسل قبسك واجبات كيسي أيو فصلها وسننه سنن الغسل هي سنوين كي قبسك ومكروهاته مكروهات الغسل هي قبيسك وحياله كراهية آها ولا كهني. الشيخ رحمه الله تعالى فصل كان حقه للدوناء قبيسك هرتا محا واجب ياله أسباب الغسل سببها قبيسك واجب كرده. حقه الشيخ كهذا للدوناء واجبات الغسل قفك مركا وقبيسني محا واجب كؤه. حقه الشيخ كهذا للدوناء سنن الغسل قبيسك سنوين كيس. حكالو كهذا للدونا الشيخ مكروهات الغسل قفك مركو قبيسنا وحيالو أجركي هي خيركي كنسقا منها واللي راهو مكروهات. مركا قبيس كان أسباب التشريع هي حكمة التشريع محيط حكمة إلهي أجليي قبيس كان. ولماذا فوق هذا وحيليهن حكمة التشريع للغسل وأولا حصول الثواب حكمة اللوجي لي وإلهي سبحانه وتعالى قبيسك وواجب يالي مركز سببها صوص على الله له وحاوقوه الرأي حصول الثواب إن قفك أجر هلو قفك إنو أجر هلو وحايا لديك قبيسة مرك إلهي كو أمره أسباب تنمرك الله له مرك إلهي قبيسة وكليه ولجدد معها أديك إن لقود لبايو لكن أديك اللقود دانينو إن أجر هشو ورده إلهي أتكو قارت عبادة أت سمين يسو. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليظهركم. إلهي مدون يدين تينو عليس دين كغردقو لكن إلهي وحدون يريد ربي سبحانه وتعالى إنو إذن ظهره إذن نديفيه. سبب كاللبات أسباب التشريع للغسل سبب كاللبات سببها إلهي أجديه إن لقبسته وحصول الطهارة والنظافة إن ما شيء كسو حسشو طهارة إيو نظافة محايا إلي نبينا صلى الله عليه وسلم حيري شطر الإيمان الظهور شطر الإيمان الظهور شطر الإيمان إن لس نديفيو ولا طهارة قاتو ويسقاتك إيو قبيسك لقو طهارة قاتو وإيمانك بركي سويري نبي صلى الله عليه وسلم. من حكم التشريع وحاكم ذا حكموين كهذا اللوجي ذا قبيسك حصول الحيوية والنشاط للمغتسل حيوية هي النشاط في الفرعوني إنه وقفك هليو مركو قبيسك وقفك إسلامد معها إنتو سن قبيسن إنك ور حالة دو كجري إيا مركو قبيسك بعدي حالة دو النقنه الحيوية والنشاط وحاوسو حسيلة يا في الفرعوني هي كرتي أيو يلانا قفكو مركو قبيست بينما قفكو انتو سن قبيستان حوغا عاجز ايو عليس ايو وحونو جيركي سكدريمي. إذن مركا حكموين كاس أي علمدو الشيغان إن يعني لو جديي قبيسك موجبه موجب الغسل قبيسك وحواجب يالا ومفرد مضاف إلى معرفة فيعم ومفرد معرفة لو أديفيه مركا وحكرنا لنا هي عموم يعني جمع سيدي معنى جمع أنه معنينين موجبه أي موجباته أي كدقنت قويسك وحيالها واجبية له ستة لحو لح سبب أي قفك مسلم كقويسك واجب قدقة. الأول السبب الأول سبب كوه الرئية علاج الحشفة محل كجودنينك
meesha ninka ragga ah laga gudo maxalka gudniinka gelintiisii oo qadriha qadri alhashafa ama maxalka ninka ragga laga gudo qadarkeedii qadarkaas gelintiisii min maqduuciha maqduuci alhashafa xashafada shakhsigii laga jaray oo laga gooyay xaggiisa xaal qadarku uu ka ahaaday fil farji farji dhexdiisa la geliyo cawrada dhexdeeda la geliyo هذا هو السبب الأول كانوا حوي وصابك وهو رأي أسباب الغسل كمدة يعني الشيخ وحكولي هاي سابك وهو رأي وحوي ماشا محلك ننك رقع عوردي سلقك قدو ماشا هو رأي ورأس الذكر ذكر كميشي سهورا محل الختان كآه ماشا هديب فرجي لديح قليو قبسك وواجب محل لجد أمرك أو قدرها من مقضوعها أو قدرها من مقضوعها ولجدد لقليه وحوي تسالهن قفك هدي حشفتي لقد جري وحشفتي بيكقو أنت إنك رجعها ماشي وجوه رئيسه لقد جدعي ماشي ويبكقو أنت حق الله فيرنا أمرك يعني قبيسك حق الله فيرنا وجوبك سي وحكله شيخ وحق الله فيرنا ماشي حشفتي ولا جوي قدر لك intii soo harto baaqiga ahay qadar laag oo xashafadi laag haduuba farjiga geliyo faqad wajib al-ghusl qubaski waa waajib yaani macnaheedu ma aha kaliya xashafadi haday iga maqan tahay qubays ugu waajib ma aha hadan wax iska geliyo xataa macnaheedu loo lama jeedo hadii xashafadi ay go'do xataa qadarkii soo haray oo xashafada qadarkeedii laag ayaa qubaska waajibinay dii qofku uu awra u dhex geliyo marka waxaan farqi kala lahayn marka awrada yaani xashafada la dhex gelinay sawaa'un kaanat alhashafatu barizatan aw malfufa awrada ninka markuu farjiga dhex gelinayo ama han noqdo baris awradu awra iska muuqato han noqoto oo xashafadi yaani baris ay hadu waxba kuma duudoobin ama waa malfufa waxba ku duudoobay haduu xataa wax ku duudoobo iyadoo wax ku duuban yihiin uu geliyo waa la mid ma dhahayo haddaan yacni wax iska hormariyo wax ku duubo ama cinjir oo kale uu gashado oo sidaas xashafadii uu u geliyo farjigii faqad wajab alghusl qubaskii waa waajib keliya ma aha un keli ah cawradii markay bannaan tahay keliya in qubaysku uu waajib noqonayo athani sababka labaad min muujibaati alghusl oo ka mid a waxyaalaha qubaysku waajibinay khuruuju lmani manida soo bixitaankeedii باحترام على الوساد يرهيو منيدو اي كسو بحضو او غيره غير الاحترام اما على الوساد غيرك منيدو اي كسو بحضو سبب كاللباد كم اذا وحيالها قبيسك واجبين اي وقفك هدين منيدو اي كتم هذا سواء كان ذكرا او انثى اما ننها النقضة اما ناكها النقضة مربع هدين منيدو اي سو بحضو قبيسك واجبين waxaan kala farqi lahayn sababta manidu ay ku soo baxday sababkay doontaba ha noqoto qofka isagoo hurday uu riyooday riyadaasa waxaa uga yimid manidii ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo ama wuxuu sameeyey idkhaal oo waxbuu maaragtaa mubaashara iyo waxbuu taataabtay islaantiisii uu taataabtay sidaasaa manidii ku timid ama fikir wuu fekeray oo shahwadii iyo waxyaalahaas uu ku fekeray markaasaa manidii ay ka timid waa isla mid بأي سبب من الأسباب سببكي دونته من إذا سأكت مال لأنه حوي حديثك وحجري إمام مسلم وصحيح سكوري من حديث أم السليم حديثك أم السليم كبدا صحابي يده أم السليم ليرا أي النبي قلت من صلى الله عليه وسلم وحي تري يا رسول الله إن الله لا يستحي عن الحق إلهي حق كما حشوه فهل على المرأة غسل إذا احتلمت islaantu hadday riyooto waxay tiri qubaysku waajib miyuu ku yahay waa masalo laga xishooday nabigana weydiisay sala allahu calayhi wasalam fa hal cala almar'ati ghuslun ida ixtalamat islaantu hadday riyooto oo yacni waxay ku riyootay iyadoo ninkeedii jimaacayo oo kale oo ninkeedii isticmaalayo ayay ku riyootay qubays ma lagu leeyahay ayuu umu sulaym nabiga weydiisay sala allahu calayhi wasalam nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nacam idaa ra'at ilmaa haddii bay mani ay aragto waa waajib uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam inay qubaysato
مركا يعني رج يضمر بفرق كلامهن بأي سبب من الأسباب. الثالث السبب الثالث سبب كاللحاد سبب كالسدحاد كمدا موجبات الغسل الحيض ليجي عادته يعني حيض كشيخ وحولج هذا انقطاع الحيض انقطاع الحيض ليجي عادته قئتان كيسيو لو لم تجد عادته أنت سعته أي قبسك واجب يهي لو لم تجد قبسك قرم واجب يهي عادته قبل مركي كقعده عادد مركي كقعده كذا ماتوا يعني عادد يسوي محل كي ونقضه محل قللان ونظيفة مركو نقضه مركز ومركز قبيسك وواجبي. الرابع السبب الرابع سبب كأفراد النفاس لجملات كيو بمعنى انقطاع اللوجي ذا سجنا انقطاع النفاس لجملات كي جويتان كيسيو مربه دي ديجي ومشى واستاجي ومشي نظيفة النقطي وحواجبه يقبس. الخامس مثل الشناد الولادة للديو للديو حيكمتها وحيا لها قبس كواجب يالا ولو بلا بلل حتى يعني للد قيان الآن بقدرة الله وح قيان حتى هدي سنجرين واجب ويقبس كواجب وإلقاء علقة ومضغة. قال القوابل وحلم إذا هدي حنجر أما عد هيلبا إسلامت وكسبحه عد هيلبا كسبحه أما حنجر أو كوي أم السدين إيراهن كما في التحفة إنهما أصل آدمي قد كأم السدين كهدي اللبن يقول لي روح أن عد كان هيلب كمحوية هدي دخاتيرته إيراهن وقف بن آدم أساس كيسي بن آدم أساس كيسي ويهدي إيراهن حنجرت أي عد كهيلب ك ويكقويس إسلامت وحلم تهاي أيضاً عنق لما يستران ذا الشيء حكم كذا وكلي غالب لأن ذلك مني منعقد بحيالي يعني وحن حنجرته أما عاد كان هيلب كاهي ومني أرورتيو مني قنتنمي وأروريو. الخامس السبب الخامس الولادة للديو. السادس سبب كاللحاد الموت لمشهده وحيالها قبيسك واجب يالا وحاكم ذا قف مسلم أو شهيد أهين قف مسلم أو شهيد أهين هدود انتو مسلمين تدموا واجبكو أمركا إلا ما يرو إلا ما يرو الله دقو ميت كاس أي واجبكو نغنى لب واجب كاس وحوي وواجب كفائي وفرض الكفائي مسلمين تدموا قفكا ميت كاهين دقان لحدا السبب أي قبيسك واجب ياش ما دام الشيخ أسبابتي وسود ميجي هل كم حكبو دقلي هدنا واجبات الغسل قفكو مركو قبيسنا يو حبكو قبيسنا يو مركو حبكو قبيسنا يو إيا النظام كالشرعي لواجب يالي والله قبيستو محايا لي مركات قبيسنا يسماها حب أدوغو أدكستي إيا أسلوب إيا عادة دقن إنا تراعدو ماهاني وإنا تحبك الشرعي عادي النظام كالشرعي عادي أتحرى عادو واجب تلابك استوض قاديسو شريعه وحي كدجسي اسلوب لمرو هي نظام لمرو وحكم الشيخ وفروضه فروض الغسل وباسك واجبات كيسو اثنان لبو لبو واجب وين تسمرتي مركه قبيسنيسي لبدا اريمود ان تسميسيد واجب. الاول كان اوغو هريا النيه نيديو كو هرت وين نيستي واجب فيجب اقترانها باول مغسول ولبا نيادو وإن اللي حرير ستاه واجبة شايق الله دقايو باللوغيس من البدن جيركا ماشا أتكار دقايس كو دقيد مركات باللابيس أياد النييسا قبيس واجبة إن أتكار قبيسانيس ولو من أسفل البدن قفكو هباك باللابو جيركا ماشا أقوه وصيس إن كر لغسو باللابا سنة قبيس كمدح لغسو باللابو لكن لعل سنة يقفكو هدو خلافو ولغها قبيس وكسو باللابو ماشى قبيسك وكبر اللابي أيو نيادنا لحريرنا ماشى قبيسك وكبر اللابنا أيو مروا الباب نيادنا لحريرنا. إذا الغسل لا ترتيب فيه بحيث لقبيسك إساقة ترتيب واجبه مجره ماذا حنا واتكبر اللابي كرتا لغو حنا واتكبر اللابي كرتا لكن سيدة سنة آه وإن ماذا حلقة سواب اللابي قارهان قيب تميركتا آه أيو نبي سنة صلى الله عليه وسلم. فلو نوى هدون يستو بعد غسل جزء من البدن قيب جركي كم إذا مركو نقيك بعد أيو نيدي ليم
وجب إعادة غسله قيبت أقدس إن لسوء عليه أي واجب نقنس تصالحان مضيحي ورقي وحنياء نكما نقن وحنياء كما أوصن نقن وحواجب نقنس إنه مضيحي كسوء عليه حبن كستو النية لأن لدقنا سلاسة واجبة النية النيو مرك النية سل النية محاسل النية سنة وحكوليها الشرحة وكيفية النية على نحو ما مر في الوضوء وهبكي ويساقاتك أن كسو مرن ندام كاسو كلا أيال النية سنة لكن لا تكتفى هنا لا تكتفي هنا نية الغسل قباس النية دي سمكا في نيسو فقط أوكلا waxay leey qubaysan qubaysan hadaan iska niist oo wax kale aadan daba dhigin oo wax kale aadan la xiriirin waan qubaysan had niisati ma ansaxis xuyu qubayska aad qubaysanaysaa ila qubays caadaba waa jira qubays qabowsi ya jira oo kuleelka qofku uu ka qabowsanayo laanahu yakuunu qubaysku wuxuu ahaadaa cibaadatan wa caada qubays caadana waa jira mid cibaadana waa jira bi khilaaf niyati alwudu faqat laakin niyada way saqadka وسقاد عاده مجر وسقاد عاده يسوي مجر ولا يكفي أيضا نية الظهارة فقط ظهارة إلا أن يستوى كل هذا ما كافنش بخلاف نية الظهارة الواجبة ظهارة واجبها ذات الظهارة واجبة نيستي وكان صحي أو للصلاة ذات قدرت وحن نيستي صلاة دي إن الظهارة قاته ساسد نيسا أو عن الحدث أما واحد نيسان يحدث كسارا إنها تسكدر القاديس فإنها نيداس تكفي نيداس مركاو يكفي لانتا دو أريداس نيسانو قباس واجبة صلاة إن لو دهارة قاتو دهارة واجبة حدث يعني نية رفع الحدث الأكبر حدث كان وين إنها تسكدر يليسد أرمها متكمدة إنها نيستو واجبة الأول كان وقوه الرئية النية نيو الثاني متكلمات تعميم جميع الجسد جيركا دمان تيس كلا غارسين تيسو بالماي بيها لكلا غارسين وحكا واجب دمان جيركا ان بيها لكلا غارسين قيب كميدا هل دبع وكميدا جيركا هدو كقلالين يهي قويس كمان صحي وحي تن وجيركا كويال جيركا وحي تن كويال iyo inta kale maqaarka caadiga ah kulli biyaha in la kala gaarsiyo waajib hal dibac hadii ay ka qalalan tahay ama hal tin tintaadi weynayd oo badnayd hal tin oo kamid haday qalalan tahay qubayskii ma saxay idalika waxa muhiima mar walba in la isku baraarujiyo qubayska waajibka ah meelaha la mayray oo la dhaqayo waxa kamida qofku markuu saxarada u fariisto inta banaanka imanayso inta banaanka imanayso dabada banaanka imanayso واجب إلا دق هبك الله دق وي مرك هبك أدو دق يسوي حوي مرك أدو قبي سنة يسيد يعني مرك أدو استنجون يسيد أو استجدة يعني كده هرق هذا يسيد مرك هاس أيات هذا نوح على جاره وإن أدو نية يسيد ماشاء أد ما يري يسيد أو دق يسيد وحد إنه يسنة رفع الحدث الحدث كي كجري أتكر يليس أما الظهارة للصلاة أما واحد يسن صلاة إن أضد ظهارة قادنيس مركا استجوني سدو سي مركا استجدي مركا يعني كو حسشو إلا ماشا دقتان كيدون وواجبة ماشا أيضون دقتان كيدس أو حسلو حالة الاستنجاء إن لن يستو رفع الحدث الأكبر واجب ومسألة ضدك إنت بضان أي اسكفض ضيستان أما إنت بضان قاركودنا إي جهل بأقينيس وحلقيا وإنتو اسكا استجودو وحنيا أوسن لا إيمانين هذا وقفكم مركو استاجو بيه اسكت داديو ما انسحي ستوس الثاني كان لبعض تعميم جميع الجسد جركة دمانتيس كالقارسينتيسو بالماء بيها لكالقارسيو وسننه سنن الغسل قبيس كسنوين كيسي كثيرة ويفربدين شيخ وحكسو بحي أسباب قبيس كواجب كدكتا إيو واجباتك قبيسك هل كم حربا شيخ إنه نوغب اللعبه سنوينك قبيسك حكو الشيخ سنوينك قبيسك ويفربدنهين منها وحكمل سنوينك قبيسك الوضوء ويسقادها كمل كاملا حال ويهي ويسقادك سمد دميسترا قبله قبل الوضوء قبله قبل الغسل
قبله قبل الغسل قباسك كهر وإن ويسقات لما استران لليم وصنو تدك انت بضان اسكفو ضيستان نبي قانو نؤد دائمي صلى الله عليه وسلم نبي قانو صلى الله عليه وسلم مركو قباسانه ويسقات كهر مرنجر وليب وضوعه وضوء كامل وضوء كامل ولما استران يعني مركو هره واستنجونه مركا استنجوته سي هدو مياشاس مركا قباسانه عورادة هدا تابته aysan weesadu haddu kaaga burin ila weesal rabaa inaad hormariso weesadu intaadan hormarin waa sijooni meesha marka sijoonisid waxaad ku dhaqi binniyati ad-dhaharati lis-salaah niyadi marka sidaa kugu xasisho meesha hadafkii ku jiray oo ka kor noqday marka ka bacdiyad weesisan marka soo sijoonisid niyadi aad soo hormarisay ka bacdiyad sijooni waxaan leeyahay ka bacdiyad weesis weesa qaadan weesa qaad kaamil ah oo sidii macruufka ayaanu ku soo baranay sidaas loo weesa qaadan marka ka bacdiyad biyaha isku shubmar marka ka bacdi waxa yaani biyaha waxa ka bilaabi dhinaca midigta dhinaca midigta biyaha ku shubi hadana dhinaca bidixdaas ku shubi adiga dhana hadana isku shubay sidkaas iyo habkaas uu nabigu u qubaysan jiray sallallahu alayhi wasallam minha waxa kamida sunnooyinka alwuduu weesaqaada kamida kaamilan xaal u yahay weesaqaadkaasi mid dhameystira qablahu qabla alghusli qubayska ka horna la weesaqaad والابتداء باللوغي ايا كميدا سنوينكا بالشق دنا على بلابو دنا عاسو الايمني ميدكتا اه دنا عاسو من بدنه بدن المغتسل قفكه قبيسنا جيركيسا كميدا وحا كلا سنه بيا هل مرينا اسكو ودا شوبين او اما دنا عبديخدا ادن كبلابين دنا ميدكتا كبلابي شوبيد دنا ميدكتا ماركاد كبلاودو ماركا كبعدي ayaa hadana biyihi dhinaca bidixda ayaad ku shubay waa habkii iyo usluubkii nabigan u qubaysan jiray sallallahu calayhi wasalam wadalku marmarintiiw biyaha iyo gacanta waa inaad ismarmarisid gacantaada inaad ismarmarisid waa sunno watathliithu saddex saddexayntiiw saddex saddexayntiiw oo saddexayn maxaa loola jeedaa yacni takhliil ra'sihi markuu samaynayo وسدح جور مدحي إنه بيه كشبه سدح جور إنه مدحي بيه كشبه للاتباع فيثلث وحو سدح جور ودغي تخليل رأسه مدحي سهدو تنوين ليه بيه قلقلين سدح جور ثم مركب بيها قلقلين وكوه بصده غسل له مدح دغدي سيو هدنا سدحين ثم يخلل وحو دحقلين شعور وجهه وجهه ستمن كيسا أيو هدنا بيها دحقلين ثم مركب كبعدي غسل له غسل الوجه وجيغا دقيديسي ثم يخلل شعور بدنه جركي سميلها كلو تنتلع يالرواب بيها إنو كهب صدو أو قلقريو ثم غسله غسل البدن جركا دقيديسي ثم يثلث وحسدح قردغي شقه الأيمن ثم الأيسر متك بدحداه هب كاسي النظام كاسي أودي واستقبال القبلة سنوين كوحا كمدا قبلة قابل الديدي قفك مركو قبيسانا يو إنو قبلة أجيستو أيا سناء لأنها أشرف الجهات محايا لجهوينك وجهاد أغو شرفت بضان اللو جيستو ولأنها قبلة اللو جيستو مرو الباب اللبضيو قبلة اللو جيستو تنور الوجه وجهة النور سامالنت قيامها كما مر وجهة يكون نور مركات عشر أخرين يسيد مركات قرآن أخر سنة يسيد مركات يعني عبادة سنة يسيد مرو الباب قبلة سنة لازم تقول أيها ونكسا ومكروهاته مكروهات الغسل قبيسك وحياله سلا النعي نحو الإسراف حد قذبك أو كلو في الماء بيه الوحد قد وحيالها أجرك كان نسقى منه وحكم إذا قفك مركو قبيسنا إنه بيه يعني إساق كف الله بيه كبضا واستعماله أنت أساق كف الله يدمويه وحكبضا أي استعماله ومن غير مصبل في صب الماء للغسل من غير مصبل من غير مصبل يحولج هذا بيه هذه سنهين بيه الله وقفي أما بيه هذهين بيه مثلا لقو وقفي قبيسك لقو وقفي هذهين قدر كي قبيسك لقو تلقى لإن أتكزي هذه سكراهية ما هني حرام النغنى بيه بيه وقفة وقبيسك لقو وقفي هذهين قدر كي لقو تلقى لإن مويه قدر كبضا هذات كاستعماشي وحي النقنة مركز حاران وغير مملوك للغير مركز وكراهية لليه هنا
بيه وين سنهين بيه عيد كلا أما قف كلا إسكلا لهاي أما بيه قف كلا وإسكلا يا قف كنا وصن كوفة صحن بهذا مركا استعماله هذا حرام بمركا حرام النغمر وإلا حرمة كالوضوء ومكروهاته نحو الإسراف حد قدب كيو كلاوي في الماء بيها الوحد قدب ما لها يعني مضان الإسراف وحاكم ذا مضان الإسراف ما لها إسراف وكي منكر وحاكم ذا ذاتك يعني مسؤوله وجيران تبضى كرة تبضى مركي يعني ذاتك غاركود واسكفرايان وحي سيقبقى هيان بقبوغا سيقصعدا قبوغا كسعدا أي أبقايا قبوغا سيقبقى إسراف هذه قدر كي لغو تلقى لو قبسك كف الله وحكبه ذا هذه أدسكوش بتد وحتكون عليه كراهية كراهية تكون عليه وإسراف ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين إلهي وحي له حد قد بننا إلهي ما جعلك وحد قد به وأن المصرفين هم أصحاب النار آياتك الإلهي وحكوه ركوه حد قد به وأصحاب النار أصحاب النار مركا خطروا إسرافك مالك وحلقوا تلقى لي وأدوية الله كياني وحكمة لكن حكمة الآن نادو استعماشه يعني إلهي عردي سيو فصل هذا كان فاصل المدوح كالسارو فيما يلذي كي أي أفس ليهي يصن له ما قاس الله سنيه الغسل قبس كوحي الله سنين لها ما دام قبس كواجب كاها يا أسباب كيسي يا سنوين كيسي واجبات كيسي يا مكروهات كيسي والشيخ كسوا هذا لي هل كان شيخ حقوقها هذا لي ما لها قبس كاللغو سنيه قبس ما لها اللغو سنيه إيه قبس يالك السنة دعاه يصن الغسل قبس كوالا سنيه لحضور الجمعة لأجل حضور الجمعة جمعة حاضرتان كذا درتيد والله سنيه إن لو قبسته ما دام ضد بدن ماشي يسوق إيمانيان ضد كأقفك هدادن سوق بيسنن وحصر تجعل رأي حدا دي يأورك أيه ضد كون يكون بتوضان مرك وحصرنا ما دام مجتمع بدن بالشبه بدن مسجد كي يسوق حاضر يان حلي الجمعة إنه قفك سوق بيسته أيه سنة حتى مذاهب تقاركود سيد أبي حنيفة وحوليه هو واجب قبسك الجمعة أبي حنيفة يسوق قباء وهو واجب لذلك وحوى قبيسك السنة الشيخة جمعة قبيسك وقهر مريي لأنها آكد السنن في الأقسال قبيسك السنة قبيسك وقم مهم سنو محال إساق وحب الله يسفو خلافي بواجبة مسوى سنو وللعيدين لبدا عيدود إلا قبيستنا ولا سنة وعيد الفطر هي عيد الأضحى وماله يعني مالك استمر كات في رصيد أو قبائس كلا سنيني أو شرع جوا قبائس وسنيني ومال مجتمع بدن يضد بدن يسوق تجايا عيد أيضاً ضد المسلمين تامسيت كيسوق إيماني لمرك الرأي حدا هذا سيان لوجود دفترين إن أتساق قبائس تسنو والكسوف كسوف كدرتي سنا والله سنيا قبائس كسوف حل رجلا كسوف الشمس قرحة مرك المذوباته ما دام أيضاً لا تكنيه صلاة الكسوف لا تكنيه ويسنتها إلا برهق عوض صلاة الكسوف لا تكدو إلا قبيستو أيضاً السنو والخسوف ولأجل الخسوف أي خسوف القمر ضيحة هدو مذوب هذا إساقنا وحا لسنية إلا قبيستو ما دام إساقنا صلاة لسقو إيماني وصلاة لسقو إيماني ضيحو هدو مذوب هذا إلا برهق على تكنيه إساقنا وحا السنة إلا سوى قبيستو والاستسقاء ربضونتين والله سنية والاستسقاء ربضونتين الله سوى قبيستو أيضا والله سنية ما دام استسقاء أيضا إلى هذه الصلاة صلاة اللي إلهه صلاة الاستسقاء يجرت صلاة الاستسقاء صلاة داس ما دام يعني ذاتك يسوق إيمانيان وميل لقصوا أرورا يأتاي سيان لقصوا لبتوانين وين أدقون عدو سوى قبيستو صلاة الاستسقاء وللإحرام لأجل الإحرام حرشد حجك أما عمرضا إن لو قبستنا والله سنية إنت هذا حرنيو حجك إنت هذا حرنين أيات سوق قبستنا عمرضنا والله عمرضا إنت هذا حرنين أيات سنة إن سوق قبستنا محايا لدد بضنا يسلح قلي حجك ميلب بضنا لغو كلمي ودوافي لغو كلمي وعرفة لغو كلمي ومنا لغو كلمي ميلو البالي سيقول تغي مركا ددك مسلمين تاسي إيسان كور لبسا وحاوناكسنا والسنة
مركز حجك أنت هذا الحرمبة سوق بيس يعمرض ولدخول مكة والمدينة ولأجل دخول مكة والمدينة مكة هي مدينة قلتان كودة درتود إن لوق بيستنا ولا سنية مقالة مكة المكرمة أنت هذا سوق قلن ما دام إتهاي بلد إلهي أكرامه سبحانه وتعالى أنت هذا سوق قلن وحاسنا إن سوق بيستي وحكالو اللمدة مقالة مدينة المنورة ما دام إذن إتهاي حرم كلا بعض والله بدي حرمه حرم مكة هي حرم المدينة الله بدي حرم مركة قليسي إن السوق بيست السنو وللوقوف استاقنا والله سنية إن لقبيسته لأجل الوقوف استاق الدرتيس إن لوسو قبيستنا والله سنية بعرفة عرف اللي استاق مركة عرف اللي استاق إنت أن مال إنت سقالات بيش دي الحجة يستقالتها إنت أن عرف اللي استاق إن السوق بيستو أي سنة ما دام ماشى ضد بدن المسلمين يسوق إيمانها وللدواف لأجل الدواف دواف كدرتي إن الله سوق بيستو استجنا والله سنة يا لكن كتبته وين فقه جاء دواف كان مشي جان دواف كقبيس كيسة إنه سنة يا كتبته وين فقه جاء مشي جان ولذلك قول كان ولا غير راجع سيني دواف ك يعني ما الله سنة يا إن الله قبيستو ما دام إسقى مددي سبع إسقى كوبان تهاي هذا ندت كي أنت بدن بإسنك كل مينو وقت يسوى إسقى واسع ندت كبدن أنت الدواف يان دواف كأي دبى إسقى دكان كرتا دبى إسقى دكان كرتا مثلاً دواف كان ليراهو دواف الرجنة أما دواف الإفاضة مرك دواف كلا سمينا دواف كا دواف الرجنة ليرا وحد سمين كرتا لح بلوت كبعد ثمان سنو كبعد لواتن سنو كبعد وإسقى دواف كرتا ما دام إسقى وقت يسوى واسع يهاي وسن كاتجينين وكلجا جوني هذا الدوافي كرتيد ما ضدكم مركز يرادان الدوافي كرتيد سيد الراجحة استقال لما صن يو إن لوق بيس دواف وللكافر ويصن قبيس كوالله صن يا للكافر قال كنا والله صن يا قبيس ك إذا وقت جي الله صن يا أسلم قال كوسو إسلامه قف كقال كهدو سو إسلامه وحسنا إن قبيس كلا أمره واللي راهو قبيسو سنو لكن مركز سيدا للي يهي يعني للي يهي وسنو قالكو إنو مركو سو إسلامو وسو قبيستو وهدي انتو قال أها وسن جنابوني أما انتو قال أها قال لماذا دحلي دي هدو كو جنابو دو نموين أساقو أها وسو جنابو دي وسو إسلامو مركز واجب إنو قبيستو واجب بحايا للصلاة هوراكا قال مركز توحيد كغرتو horay ka tu kala ma dhigi karo xalleeyahay maadaama adigoo nin weynaad soo islaamtay oo kufriga dhexdiisi janaaba ay suurtagal tahay inay kaaga timid ku soo janaabotay qubaysku waajib amma marka la leeyahay waa sunno gaalku marka soo islaamo inuu qubaysto waa duusan kufriga gaalnimada dhexdeedii uusan ku soo janaabonin ay baada islaamihi lil amri bi wa inma lam yajib waajib maaha gaalku inuu qubaysto laana kathiirina aslamu قال بدنا سوء إسلامي حلق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا به قبيس كان لما أمر وهذا حيث لم يعرض له في الكفر ما يجب الغسل لكن وهدي انتو قال أها إسم كسو الدرين وح قبيس كواجب يلا من جنابة أو حيد أو نفاس أو ولادة هذا ناقة هيدا وكلا وإن إسم قال لماذا لحد هذا إسم كسو حيل وإن إسم كسو دالين وإن إسم نفاس كإيمان أما هدي قال لماذا لحد هذا كسو حي شيء مركي سوء إسلام تكبعدي واجب كويها نولان لأنه قبيسكي حتى هذي قبيسة جرتي أما قال قبيسة جري قبيسكي قال لماذا أكود حسامي اعتبار ملا معاي القبيسكي محبوبة هنيا النيو استقونا النيا ذا أهل أماها قال نيا ذا أهل أماها فإن عرض له ذلك وجب الغسل بعد إسلامه وإن اغتسل في كفره قال لماذا سهبكو سوء قبيستو لبطلان نيتي معاي النيا ذي سوء اسكب بعدل ولغاسل الميت قفك ميت كاه كير دقي استجنا والله سنة يا إنه قبيست ميت كقفك دقي استجنا وحاسنا إنه قبيسته فهاي الحديث كي إمام أحمد ومسلم كي سكوا وريج يترمدي يا النسائي سد حدود بي ورينا ين يا النبي صلى الله عليه وسلم حكويري من غسل ميتا فليغتسل قف ميت قفك دقا حق بيستوير النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا
فليغتسل قف ميدا قفك نقا حق بيستوير النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاس إمام أحمد هي الترمذي هي النسائي أي وريه. وبعد نحو الحجامة توبنتي أو كلك بعدنا وحل السنة يا قبيس قفك مركو الصوت هابه ما دام توبنتي ديك وكي مني مركو الصوت هابه ديك عسي وكي مد الله صار صريك بعدي إنه قبيس توا السنة وإفاقة وبعد إفاقنا والله السنة يا قبيسك كسو ميرابديك بعدي من نحو الجنون والذي أكله وقفك كسو ميرابي قفك هو واشي أما هو صوحي كبعد مركو سون ناحو مركو سون ناحو سون ميرابو وحال الله سنة يا إنو قبيستو إنو قبيستو أي الله سنة يا. فصل فيما يحرم على المحدث. فصل هذا مثل فاصل مدوح كالصارو فيما الذي كي وفصل يحرم حرامه على المحدث قفكي حدثي وحي حرامتك أها أي أفصل يهي سواء كان الحدث أصغر أو أكبر أما حدثك هنغض حدث ير أما هنغض حدث وين حدثك وين وما يوجب الغسل وحي قباسك واجب يلو حدثك يرنا ووحي ما يوجب الوضوء وحي وسقاتك واجب يلن وحليرا حدث ير مركا لبدي حدث بأ وحي قفك محدثك هالغا حرمي يشيخ نوشيك دونا رحمه الله تعالى يحرم وحا حرام بالحدث بسبب الحدث حدثك السببتي سوحا حرامك حدثك أسوء الأصغر ير وكي وسد واجبك كدقة ييو مثك وسد واجبك كدقة ييو أيا اللي رأى الحدث الأصغر حدثك أسوء ير سببتي سوحا حرامك الصلاة صلاة إلا تكد حرامه سواء كانت فرضا أو نفلا صلاة أمه نغة صلاة واجبة أمه نغة صلاة سنة هل نغة صلاة الجنازة إبرو وحاكلوا اللمدة الملحقات بالصلاة وحي صلاة الله ليشي ويقول صلاة اللمدة يقول واللمد مصر ما ينكر مثلا سجود التلاوة وكلا سجود التلاوة قرآن مثلا كركة آخرين قرآن كأسوه كركة آخرين موسى قبين ومصحف متابا كرو قرآن كأسوه كركة آخرين كركة كدرين أيوه حسامر آية السجدة آية الو سجودة ما هو سقف ما سجود كرو حرام لأنه السجود في معنى الصلاة سجود وحلم ذي هاي الصلاة صلاة اللي متها سجود مركب أما سجود هالنقطه أما صلاة واجب هالنقطه جنازة هالنقطه سنة هالنقطه مر والما صلاة نوع كستين نقطه وحرام قفك هدوسا وسقف والضواف ضوافك يا حرام ونفلا وفرضا دواف كاسي أما هالنقطه دواف سنة أما هالنقطه دواف واجبة كعبد الله ما دواف كرو قف كي أنو يسقبن ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ وللخبر الصحيح الدواف بمنزلة الصلاة دوافك حلمدي يا يوري النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دولمدي إلا أن الله قد حل فيه النطق وح صلاة وقد وينها وكلها والوهد لكراه النبي صلى الله عليه وسلم دوافك فمن ندغ قفك دوافك كو هدلي فلا ينضغ يوسن كو دواق إلا بخير وخير ما هنا وحك لي يوسن كو هدلي النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم رحمه الله تعالى وصححه ومس شيء شيء تاب الشديسي أي حارانا شيء قاسو من القرآن أي قرآن ككمدة وحمله حمل الشيء من القرآن شيء قرآن ككمدة حمباري ديسين وحاران قفك هدوسا ويساقبين وحكالو حارام كآه إنو قرآن كتابت لا يمسه إلا المطهرون إلا يحر قفا دهارا قبين دهارا دا وحلو لجيدا الدهارة الكاملة ويساقاتك وكمدية قفا ويساقبين مصحف كقرآن كحاران إنو تابتو وحاكلو تابشدي لمدة حمباردي لأن الحملة أولى من المصي محايلة حمباردة وكدرن تابشدي بهدي شرعي وحرمي وحاكسي وين وكدرن حمباردي مصحف كقرآن كقفكوين وحمبارو ساقوم ويساقبين حرام أما لكن
qofku hadii alaab uu ku dhex qaaday mushafka quraanka alaab haduu ku dhex qaaday xambaaridaana uu u niyeesto alaabta markaa uu sido masalan tusaale ahaan qofkii waa qof musaafir ah shandadii ama boorsadii dharku ugu jiray ayuu wuxuu ku dhex ritay mushaf qur'aan ah mushaf qur'aan ah ayuu boorsadii ku dhex ritay boorsadii marka maxaa iskula jira mushafkii qur'aanka ah iyo dharkiisii kaasoo kale wuu qaadi karaa isagoo markaa qaadida ula niyeysanaya alaabta alaabta uu sido wayasiidu wuxuu yacni dheeraad ka yahay calayhi cala almuxdisi xadaan asgar qofkii xadaka asgarka ah uu ku dhacay wuxuu kala ziyaadaa man ruux wuxuu kala ziyaadaa ruuxaasoo bihi ruuxaas xadaun xadaf uu ku sugnaaday xadaskaasoo akbaru ee weyn almuksa ayuu la ziyaadaa nagaashi ayuu la ziyaadaa fi lmasjid masaajidka dhexdiisa uu ku nagaado halkan wuxuu uga hadlay sheekha waxaan ka soo baxnay ashyaadii xaaraamta ka ahaa qofkii weysadu ay ka burtay halkana sheekhu wuxuu ka gudageli xadafkii akbarka ahaa xadafkii akbarka waa maa yuujibu alghusla waa wixii qubeyska waajib ka dhiga waa janaabe iyo wixii la mid a qofkii janaabihii wax la mid a haddii ay ku dhacaan intii hadda aanu soo sheegnay waa ka xaaraan salaadii dawaafkii qur-aanka taabashadiisii xambaaridiisii wuxuu dheeraad la sii yahay marka intaas waxaa ziyaado uu la sii yahay almuksa nagaashiyaha fi lmasjid masaajidka dhexdiisa inuu ku nagaado waa xaaraan wey qofku hadduu junub yahay masaajidkii inuu ku nagaado walow biqadri duma'nina intii salaadda lagu xasili jiray rukuuca oo kaleba allah ka dhigay xaaraan wey wa midluhu waxaa la mid a ataraddudu inuu masaajidkii uu ku dhex wareego ku dhex laalaabto xaaraan wey qofkii janaabada qabay wa kharaja bihi waxaa ku baxay mujaradu lmuruur laakiin albaabka intuu ka soo galo albaabka kale wuu ka bixi karaa isagoon ku daahaynin kharaja bihi waxaa ku baxay mujaradu lmuruur falaa yaxrumu maritaankaasi xaaraan ma aha ka an yadkula min baabin wayakhruja min aakhara albaabuu ka soo galay albaabkii kalena waa ka baxay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa junuban ilaa caabiri sabiilin idinkoo junubana ha isugu dhowaanina masaajidda iyo meelaha la midka ah ilaa caabirii sabiilin jidka inaad maraysaan maahan oo caabirii sabiilin waxaa soo gelaya masjidkii haddii albaabkan aad ka soo gasho albaabka kale aad uga baxayso dariiqoo kale way kuu bannaan tahay markaas laakiin inaad ku dhex warwareegto ama aad dhex fadhiisato xaaraan weeye adigoo janaabo qaba wa qiraa'ata alqur'aan qur-aanka akhrintiisii ayuu la ziyaadaa waxaa kaloo qofkii janaabada qabay uu ziyaado la yahay oo xaaraamka ah qur-aanka inuu akriyo biqasdihi qasdi lqur'aan qur-aanka qasadkiisiina uu ku akriyo yacni biqasdi lqur'aan maxaa loola jeedaa markuu qur-aanka akrinayo ulama jeedo adkaar ulama jeedo xijaab inuu naftiisii isku xijaabo laakiin wuxuu ula jeedaa qur-aan akhris isagoo qur-aan akhris ula jeeda qur-aanka inuu akriyo walow aayatan waaxida xaaraan wey hal aayad baa allah ka dhigo amaa haddii qur-aanka adkaartiisii masalan qofkii isagoo janaabo qaba ayaa cunto loo keenay ama waxaa loo keenay cabitaan bismi illaahi raxmaan raxiim wuu dhihi karaa bismi illaahi raxmaan raxiimna qur-aankii ka mid tahay leanna waxa weye basmaladu waxay ka mid tahay adkaarta waxyaalaha qofku shaydaanku isaga xijaabo ayay basmaladu ka mid tahay marka wixii adkaarulqur'aan ah oo markaa yacni u niyeysanayo adkaar u akhrisan kara waxaa la mid a isagoo gaariga koraya oo kale qofkii janaabada qabay subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunnaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbina la munqalibuun wuu akhrisan karaa janaabuuna qaba laakiin markuu akhrisanayo waa inuu ku akhristo biqasdi aladkaar yacni isagoo adkaar ula jeeda oo isagoo naftiisa ku xijaabaya u akhrisan karaa wuxuu akhrisan karaa aayatulkursi oo kale aayatulkursi qofkii janaabada qabay markuu cabsanayo cadow iyo uu ka baqayo iyo jin iyo shayaadiin wuu isku xijaabi karaa isagoo ula jeeda biqasdi aladkaar adkaar isagoo u niyeysanayo marka saasuu ula jeedaa sheekhu markuu ku leeyahay wa qiraa'ata alqur'aani biqasdihi qasdi alqur'aan wa tasiidu alxaa'idu gabadhii xaydka qabtay waxay la ziyaadaa iyo wanufasaa'u iyo gabadhii dhiig umulaadka qabtay waxay la ziyaadaan xurmata sawm soomka xaaraam noqoshadiisa
gabadhin diiga nifaaska qabtay dhigu malaadka ama diiga xayka qabtay iyagu inta waxay kala ziyaadaan soomka xaaraanka ah soomkii xaaraan intii aanu soo marno dhanna xaaraamay ka yihiin gabadha xayka qabta iyo gabadha diiga dhigu malaadka qabta intii aanu soo marno dhan xaaraamay ka yihiin oo uu ka mid yahay qur-aankii akhrintiisii taabashadiisii xambaaridiisii ay ka mid tahay maxaa yeele xadiiskii tirmidi wuxuu ahaa oo imaamu tirmidi sunankiisa uu ku wariyey laa taqra'u alxaa'idu wala aljunubu shay'an min alqur'aan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiiskii tirmidi laa taqra'u alxaa'idu wala aljunub gabadha yacnii xaa'idada ah oo dhiigga caadada qabta iyo qofka janaabada qaba labadooduba ma akhrin karaan shay'an min alqur'aan shay qur-aanka ka mida ma akhrin karaan haddii qiraa'adii la diidana waxaa la mid noqonaya masigii taabashadii iyo xambaariddiina xaaraan wa wa taziidu alxaa'idu gabadhii xaa'idada ahayd iyo wanfasaaw iyo gabadhii dhigumalaadka qabtay waxay la ziyaadaan xurmata sawmi soomka xaaraam noqoshadiisa ayay la ziyaadaan oo inay soomaan waa ka xaaraan waalmuruuri wa xurmata almuruuri ayay la ziyaadaan maritaanka xaaraam noqoshadiisii fi lmasjid masaajidka inay dhex maraan waa xaaraan goorma in khaafad gabadhu hadday ka baqayso talwiithahu talwiitha almasjidi masaajidkii hallayntiisii bidami dhiig inay ku hallayso hadday ka baqayso haddii masjidkii inay wax uga dhibcaan in dhiig oo kale masjidkii uga daato hadday ka baqayso gabadhii masjidkii xataa ma soo mari karto laakiin haddii aysan ka baqaynin in dhiig uu ka daato masaajidkii sidii qofkii junubka qababa la dhahayay way u bannaan tahay inuu iridda intuu ka soo galo iridda kale uga baxo iyaduna way bannaan tahay iridda inay ka soo gasho iridda kale ay uga baxdo haddaysan ka baqayn in masjidkii ay nijaasayso waalistimtaaci wa xurmata alistimtaaci ku raaxaysiga xaaraam noqoshadiisii ay gabadhu la ziyaadaa gabadha xaydka qabta iyo gabadha nifaaska qabta bimaa maxal looga raaxaysto maxalkaasoo bayna surati wa rukbati jilibka iyo xudunta u dhexeeya gabadhu marba haddii dhiigga caadada ay qabto ama nifaas ay qabto waa xaaraan yacnii jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa in ninkii uu uga raaxaysto xaaraan wa maxaa yeelay nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man xaama xawla alximaa yuushiku an yuwaaqicah qofkii beerta dhinaceeda wareega beerta dhinaceeda qofkii wareega wuxuu halis u yahay inuu beertii ku dhaco marka dambe ulajeedada waxa weeye jilibkii iyo xuduntii intuu u dhexaysay hadduu qofku taataabto waxaa yacni halis uu yahay xaaraamtii ka weyneed ba inuu meesha ku dhaco oo jimaaci iyo kulankii uu sameeyo ayaa suurtagal ah sidaas awgeed marka taxadar la taxadarayo ayaa sharcigu wuxuu u xarimay jilibka iyo xudunta inta u dhexaysaba inaan loo dhowaanin. Allah subxanahu wa ta'ala.